بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. هذه شجرة برية مثل ما تشوفون، يسمونها زهرة، الخبراء هنا يسمونها زهرة، وأكدوا لي أنها شجرة برية إماراتية، وتمت في الجزيرة العربية هنا وفي المملكة العربية السعودية وفي عمان، الله يحفظ الجميع. شوفوا النحل كيف نازل على هذا الحين. نحن اليوم 11/11/2017 في دولة الإمارات العربية المتحدة مدينة العين. شوفوا ما شاء الله كيف النحل نازل عليها، و العصر قبل المغرب تغلق، تشوفون هاي الزهور تقفل، وفي الصباح الضحى العالي تبدأ تفتح الزهور. ما شاء الله ممتازة جدا، وذكرها الأخ أبو سلمان أنه جربها عنده في المنطقة ولاحظها في المنطقة عنده، يقول فيها رحيق وفيها حبوب لقاح وفيها رحيق طيب للنحل، وإن شاء الله أنا متفائل أنها تكمل الشتوية كاملة إن شاء الله تعالى. وتشوفون محل الشجرة هنا من تحت تسوي بذور، ما شاء الله تملى الأرض بذور، بذورها تساقط حتى بالضبط في المكان هذا تحت، تحت الشجرة، ما عليك إلا ترفع الشجرة وبتلقى بذورها محمية، ما شاء الله تحميها الشجرة من فوق ولا يجيها خلل، وسريعة النمو أبدا، تأخذ البذور وتغرسن وبإذن الله تطلع بسرعة. مفيدة، مفيدة جدا للنحل اللي عنده منحل ثابت، ما عليها إلا يكاثر من الزهرة هذه، مفيدة جدا للنحل. وشوفت عينكم، شوفوا النحل كيف يهوي عليها هذا الحين، شوفوا النحل كيف يهوي عليها، ما شاء الله تبارك الله. بعدين المنظر جميل، اللي بيزرعها في البيت وفي الحدائق ما تحتاج مياه كثير، مثل ما تشوفون طالعة ما بين المزروعات، ما بين مشارب الماء والجلبات، شوفوا كيف ممتازة وجميلة وخضراء رويانة وزهور صفراء، منظر جميل جدا. الحين نحن إن شاء الله بنكاثر منها ونريد نستفيد منها للنحل اللي بيزرعها بين بس احسن انها تكون في مشرق شمس او على الطرف الايمن من الاشجار، بحيث ان ضوء الشمس يوصلها، اذا ما وصلها عند الشروق يوصلها في الضحى العالي يوم ترتفع الشمس، يكون ضوء الشمس يوصلها وفي منطقة جيدة التهوية، ما تكون مخنوقة. ما شاء الله شوفوا النحل كيف عليها. الله يوفقنا وياكم ما يحب ويرضى، وهدفنا هو أن نستفيد من النباتات البرية اللي تطلع عندنا في مناطقنا، ونحاول أن يعني نجتهد يكون في المناحل الثابتة أن نزرع، وبعد هذه بذورها لو انخذت وانزرعت في الوديان فيها خير عظيم، ونحافظ على الشجرة هاي من الانقراض. هذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون.